واحد بيقول جاء في المزمور إذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازلة إلى جيبكم يوسف ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل سليم. كان زمان رسالة الكهنة ورؤساء الكهنة بزيت المسحة المقدسة. ربنا في سفر الخروج اصحاح 30 قال لموسى ادي زيت المسحة اللي تمسح بيها يمسح بيها خيمة الاجتماع والاواني المقدسة والمذابح ويمسح بيها الكهنة ايضا. فهارون لما جم يمسحوه رئيس كهنة كما ورد في تكوين 48 في خروج 48 صبوا زيت المس على رأسه فنزلت على لحيته. فبيقول ما أحسن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس النازل إلى اللحية يبقى كلهم حبات الطيب متعلقة كده جنب بعض ولها رائحة طيبة. لكن دلوقتي مسحة الكهنة ورؤساء الكهنة بتكون بوضع اليد مش بالصب زيت المسحة.